نبرز القيم والرسالة أو نفمبر أحسن إبرازها هو أننا نقوم من مثل هذه النشاطات اللي تخلي روح المقاومة دائما حية من أجل التحرر والحرية والاستقلال والوقوف إلى جانب الصحراء الغربية. كذلك نحن على أيام قليلة لإحياء الديكلاراسيون يونيفرسال دروا دلوم تاع 10 ديسمبر والمظاهرات تاع 11 ديسمبر وكذلك يوم اللاجئين العالمي اللاجئ كما قال سعد السفير. إذن نحن نرى بأن ندوة المقاومة كذلك احتضانها في الجزائر من طرف المجتمع المدني والبعض الشعبي الجزائري يدخل في هذا الإطار. شكرا مرة أخرى إليكم، نلتقي يعني في راكم مدعوين كم الندوة يوم 14 و15 البرنامج راهو عندكم، قلت لكم يوم 12 أنا لازم نخبركم اللي يكون لقاء ما بين نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والشعوب اللي هو تونسي مع عائلات صحراويين حول مقابر الجمعية الأخيرة هذه. يعني نخلو دب الشفاء، وإذا كان بعد ممكن تقول في ما يسخن ما ليش نقول هذا كذا.